العاصمة نيامي، وهي تصبح على قرارات غير مسبوقة للمجلس العسكري الحاكم في النيجر. بلهجة حادة يعلن المجلس الذي يسيطر على البلاد منذ انقلاب 26 من يوليو الماضي على الرئيس محمد بازوم عن إلغاء اتفاق عسكري مع الجانب الأمريكي. فيما يتعلق بالتعاون بين البلدين، لا سيما التعاون العسكري ومكافحة الإرهاب، فإننا نعتبر الوجود الأمريكي على أراضي النيجر غير قانوني، وينتهك جميع القواعد الدستورية والديمقراطية المبنية على سيادة الشعب ومنتخبيه، الذين يجب استشارتهم بشأن تواجد أي قوات تابعة لجيش أجنبي على التراب الوطني. قرار المجلس يأتي بعد أسبوع فقط من زيارة وفد سياسي وعسكري أمريكي إلى البلاد بقيادة مساعدة وزير الخارجية للشؤون الإفريقية مولي ذي، وبحضور قائد القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا أفريكوم. 3 أيام كاملة من عمر الزيارة التقى فيها الوفد الوزير الأول المعين من قبل المجلس العسكري وعددا من أعضائه، من دون أن يكشف عن أي لقاء مع قائد الانقلاب عبد الرحمن تشياني، رغم تمديد إقامة الوفد في البلاد ل3 أيام كاملة. الولايات المتحدة التي عينت سفيرة لها فوق العادة لدى النيجر أياما بعد الانقلاب تملك حضورا عسكريا في البلد الواقع في الساحل الإفريقي، هو الثاني من حيث العدد بعد جيبوتي. بعد الانقلاب برزت قاعدة أغاديز للمسيرات إلى الواجهة بعد انسحاب القوات الفرنسية، وأطلق الجيش الأمريكي خطة لإعادة التموضع جمع فيها أغلب أفراده. رغم عدم تطرق المجلس العسكري للقاعدة الأمريكية بصراحة، لكنه انتقد بشدة اتهامات أمريكية بتوقيع اتفاق سري مع إيران تستفيد الأخيرة بموجبه من ثروة اليورانيوم. إن حكومة النيجر ترفض الادعاءات المضللة التي أطلقها رئيس الوفد الأمريكي، الذي يؤكد أنها وقعت اتفاقا سريا لليورانيوم مع جمهورية إيران الإسلامية. تبرز أهمية قاعدة أغاديز للمسيرات التي توصف بأكبر قاعدة مسيرات خارج الولايات المتحدة من خلال موقعها الجغرافي أيضا الذي يتوسط البلاد، إضافة إلى قربه من مناجم اليورانيوم. لكن الولايات المتحدة تقول إن تواجدها العسكري هو لمحاربة الجماعات الإرهابية الناشطة في منطقة الساحل الإفريقي بناء على اتفاق مع الحكومة السابقة في النيجر.